صغير كي تسأله شو عمل شو فما شو ما فماش، نهار آخر يعاود الكلام، أي حاجة يسمعها يعاودها، تمشي له على غفلة ما في بالهم مش أوقات الفطور، تنجم تحط ولدك الصباح شوية وتعاود ترجع شوف فهمت فما فازيت هكا تعملها شوف وش فما ما فماش تصرفاته بقرايته كي انا مثلا عاود نراجعه كان يعني كيما نقولوا فطر بالكدي ما ينجمش يعاود ياكل يقول لك شبعان فماش صغير جيعان وما يحبش يعاود ياكل فهمت وبقرايته بحكم شنيا يرتل شنيا يقول اما كش تلقاه مبهم هكاك بطبيعه ماهوش يعمل في حد شيء قاعد يلعب وكاو باش نحكيو على الحضانه المدرسيه هل تراها هي فيها مراقبه على الاطفال فما شكون حضانة مراقبة وفما لي فما شكون يقول لك الحضانة مش فما شكون يختص يعني يخدمه مش مختص فيها فما اللي ماهوش مختص فيها هذيكم تلقاه في الأحياء الشعبية يعني كما نقولوا مورد رزق هكا كل شيء تلقاها بالحق قائمة بالواجبات الكل حكم يعني الأمهات يعني يخدموا الكل ما يلقاوش وين يحطوا ولا ترانسبور بعيد عليهم يلقاوش كيفاش يفطروا بشي يخلوا صغارهم عند انت عندك صغارك حطيتهم في الحضانة؟ عندي بنية واحدة انا هذيك هاو قاعدة تراقب صغيرك يروح تسأله كيفاش تعدى النهار شنو حكيو معاك كيفاش تصرفوا معاك انا بنتي ما نسألهاش بحكم باش ما راجيش تقعدش تعاود الكلام واحدة تحكي تقول لي راني كلينة اما باهية مش خايبة روضة اللي فيها بنت علاش انت تخاف عليه تعاود الكلام كي انت تسالها صغير كي تساله شو عمل شو فما شو ما فماش نهار اخر يعاود الكلام اي حاجه يسمعها يعاودها ولكن احنا قاعدين نشوفوا في حالات في الحضانه المدرسيه ولا روضات برشا حالات تعنيف على الاطفال وكلام وكذا يعني انسان كي ما يراقبش هو ولده ويعرف ولده شو صار معاه نهار كامل فهمت كيفاش تمشي له على غفله ما في بالهم مش اوقات الفطور تنجم تحط ولدك الصباح شويه وتعاود ترجع شوف فهمت فما فازيت هكا تعملهم في الوقت يعني الصغير نتاع اللي باش تدخل فيه ولا قبل ولا بعد شوف واش فما ما فماش تدخل بالسرقه اي طريقه باش تشوف واش فما ما فماش فهمت او باش تسال صغيرك خايبه الوالدين البارون يسال الصغير حتسالو واش فما ما فماش وحده اي حاجه يسمعها نهار اخر يقول لك راهو صار راهو هكا راهو قالت راهو فهمت المرأة اللي تخدم اليوم وبليجي عليها تهز ولدها الحضانة ولا من عشر الكريش المرأة اي اوكي صغير ساعات يكبر ما تفيقش بيه تهز الصباح تجي الليل تهز الصباح تجي الليل كيفاش انت تحاول توفق تعرف ولدك ايش قاعد يصير معاه في النهار تصرفاته بقرايته كي انا مثلا عاود نراجعه تصرفاته فهمتني كان يعني كيما نقولوا فطر بالكدا ولا كلاب بالباهي ولا حاجه هاكا ما ينجمش يعاود ياكل يقول لك شبعان فمش صغير جيعان وما يحبش يعاود ياكل فهمت كي يبدا جيعان بيع باش ياكل كي يبدا شبعان يقول لك ليه ما نحبش وبقرايته بحكم شنيا يرتل شنيا يقول فهمت اما كش تلقاه مبهم هكاك بطبيعه ماهوش يعمل في حد شيء قاعد يلعب وكاو انت كولي في الويكاند تحاول توفر له الايامات اللي هو غاب عليك من جمعه كامله تقعد معاه لا ما نكذبش عليك انا نخدم بحكم نخدم النهار ونرتاح النهار في الكلينيك نهار اللي نرتاح فيه ما نجمش نوفر ماك تعرف دار وتطيب وقضيه وحاجات هكا قضيه في الشارع فهمت راش الابناء هما مسؤوليه الام حتى البو عنده دور زياده علاش كل شيء في الام الام الاقرب ديما الاولاد إيه الام الاقرب وقت الام الاقرب صحيح ووقت تلقى روحها الام سايب في نيتو قال طلياني معاش ينجم تستسلم الام مسكينه حتى البو عنده دور حتى البو عنده دور يعني هو شويه الام شويه فهمت باش يلقى الواحد ليكيليبر شنو رايك في الكريش اللي في الحوم مراه تشد الصغار مش الناس كل مش الناس كل ما عندها حتى علم يعني تشد صغار حتى علم لكن توا ما فماش شكون حاشك سكيم يعني انا ديجا فما ارمي في البوبيل فما ساعات هكا سمعت واحدة تشد والكل ما مشيت الا ما سالت وعرفت وكل شيء قالوا لي ليه خايبه راهي تحب كاين على الفلوس يا اخي وريتها ما حطيتهاش يعني ما هزتهاش جمله حسيتها الرناج الساحر حاجات لازمهم تتوفر في الحضانة ولا في الكريش اللي في الحومة قول شنو اللي تحبها نظافة نظافة
وفاسون دو بارلي مع الصغير، ويزم يعطيو الثقه للصغير زيده في روحه، والقرايه اكاها الماكله، وحكيت هذيك حاجه استثنائيه عندي انا.